سي با نورمال. كاين حاجه راهي تصرى انه الناس هادو سوا حبوا يغمضوا عينيهم ويقول لك انا اللي تمشي باسكو كاع مستفادين، فهمت؟ كاع مستفادين من هذا الوضع اللي راه صح حاليا، اما امور خفيه لا ندري ما هي. الاشكال اليوم ما راهيش في كيما نقولوا حنا، راهي في منظومه كرويه مهترئه. باش نسقموها تبدا بلجنه الترشيحات، تديجا لجنه الترشيحات بالنسبه ليا غير شرعيه. نبداو بهذه ومن بعد نروحوا لوزاره الشباب والرياضه اللي نورمالمون تصر على تطبيق القانون. ساكته وزاره الشباب والرياضه، انا بالنسبه لي هذا السكوت غير مفهوم، ونقدر نروح انا انه مقصود. انت كيفاه من سبتمبر من جوان 2022 هي لجنه الترشيحات اللي تراسها علي مالك؟ سي با نورمال. ما نروحوش ما نديروش جمعيه عامه استثنائيه ونروحوا وكذا ونديروا كيما راهم يقولوا في القوانين المعمول بها في الاتحاد الدولي لكره القدم. لا لا، حنا نعتمدوا على هذه باسكو الوقت ما عندناش. لا لا، الوقت عندنا. علاش عندنا الوقت؟ اليوم لازم نفصل سمير بين الاتحاد الجزائري ما هو اداري وما بين ما هو رياضي، المستحقات الاستحقاقات القادمه للمنتخب الوطني. حنا سامي رباضي، رضا عباس، الاعلام فلان كذا، الجمعيه العامه، الوزاره، الدوله، لازم تحمي المنتخب الوطني خط احمر، تحميه وتخليه جانبا. طازج، حله جديده وذوق اروع. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.